السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صوتي مسموع والسلايد drugs used in heart failure واضحين؟ دكتور واضحين، صوتك مسموع. دكتور واضحين. وليش كيف حالكم؟ كيف الدراسة معكم؟ الحمد لله دكتور ماشيين. الحمد لله. بالنسبة لمحاضرة الأنجينا اللي مطلوب معنا لحد دقيقة 41، بعد الدقيقة 41 يعني من 41 يعني نحكي من 42 إلى 47، هذا مش مطلوب معنا. تمام دكتور. في أي سؤال عن المحاضرات الماضية؟ معلش أنا هلا قبل شوي شفت بعض المسجات، فإن شاء الله بعض الطلاب، فإن شاء الله راح أرد عليهم بعد المحاضرة. معلش تأخرت حتى شفت المسجات. طيب تمام، بسم الله. بما أنه ما في أي أسئلة عند المحاضرات الماضية، راح نبدأ محاضرة اليوم اللي هي عبارة عن الأدوية التي تستخدم في فشل عضلة القلب، drugs used in the management of heart failure. زي ما تعودنا إنه في أي محاضرة بتحكي عن مرض، قبل ما نفهم الأدوية كيف بتشتغل بدنا نفهم المرض، إيش هو المرض نفسه، الباثوفيسيولوجي تبعت المرض. بناء عليه راح نقدر نفهم الأدوية نفسها كيف بتشتغل. مرض الهارت فيلر هو فشل في عضلة القلب، هو بيعرفوه بالباثوفيسيولوجي، هو عدم قدرة القلب على ضخ الدم اللازم إلى بقية أعضاء الجسم، عدم قدرة عضلة القلب على ضخ كمية من الدم اللازمة لأعضاء الجسم. شو اللي بصير بعضلة القلب؟ بصير فيها جزء منها بشكل جزئي، بصير فيها فايبروسيس، يعني جزء من خلايا القلب بتموت. فبالتالي لما بتموت جزء من خلايا القلب بصير فيها الضعف. تمام. الآن خلينا نفهم شو اللي بصير بالباثوفيسيولوجي تبعت الهارت فيلر. بدي احاول ارسم انا هون. اوكي، احنا عرفنا ان الهارت فيلر هو عبارة عن ضعف عضلة القلب، هاي الهارت، ضعف عضلة القلب في انها تضخ الدم اللازم للاعضاء الخارجية او لا to other organs. هلا معناته كمية الدم اللي طالع راح تكون قليلة، كمية الدم طالع نحكي انه الكارديك اوتبوت راح يكون قليل. مين اللي قلل الكارديك اوتبوت؟ هو ضعف في عضلة القلب، وضعف عضلة القلب بيكون نتيجة للموت الجزئي لبعض الخلايا القلبية. تمام. لما بيقل الكارديك اوتبوت البلد بريشر راح يقل، بلد بريشر. تمام. فبالتالي كمية الدم أيضا يلي بتروح على الكلى، الرينال، خلينا نحكي الرينال بلد سبلاي، الرينال بلد سبلاي، كمية الدم اللي بتروح على الكلى كمان بتقل. ليش؟ لأنه لما بيقل الضغط فبالتالي أيضا بيقل من كمية الدم اللي بتروح على الكلى. طيب تمام. الآن الجسم راح يتصرف تصرف to compensate أو to overcome this decreasement in the blood pressure. هلا الكلى لما بتشوف إنه الضغط قل، الكلية بتحاول إنها تزود الضغط مرة تانية من خلال إنه الكلية راح تزود من السيستم اللي هو رينين أنجوتنسين الدوستيرون سيستم. فالمريض اللي في عنده هارت فيلر
راح نلاحظ انه هذا الرينين انجيوتنس الالدوستيرون سيستم بيكون اوفر اكتيف، بيكون كثير شغال. ليش؟ الكليه مره ثانيه بتحاول انها تعادل او بتحاول انها تعالج قله في الضغط او the reduced in the blood pressure. فكيف الكلى كيف تحاول ترفع الضغط؟ من خلال انها بتحفز من الرينين انجيوتنس الالدوستيرون سيستم. ايضا زي ما درسنا سابقا، لما بيقل الضغط، اوكي، لما بيقل البلد بريشر، اوكي، في الاوعيه الدمويه، في عندنا بارو ريسبتورز. بارو ريسبتورز هذول البارو ريسبتورز بيروحوا بيعطوا معلومات للسنترال نيرفس سيستم، بحكي لهم يا سنترال نيرفس سيستم الضغط قل عندك. لما هاي المعلومات اللي بيعطوها للسنترال نيرفس سيستم بيحكوا له انتبه يا سنترال نيرفس سيستم القل ضغط عندك. فالسنترال نيرفس سيستم بيحفز من السيمباثيتك سيستم، هذا السيمباثيتك سيستم بيروح كالتالي. السيمباثيتك سيستم لما بصير بتحفز بيعطي اوامر انه للقلب انه يزود الكونتراكتيليتي تبعته، زي ما احنا بنعرف انه السيمباثيتك سيستم بيزود من الكارديك كونتراكتيليتي. فالمريض اللي بيكون عنده هارت فيلر ايضا بيكون السيمباثيتك سيستم، بيكون عنده عالي، اوفر اكتيف. فبدنا نتفق هلا انه مريض الهارت فيلر في عنده اشيين، تو سيستمز ذي ار اوفر اكسبريسد، اوفر اكتيفيتد. مين هم؟ الرينين انجيوتنس الالدوستيرون سيستم، هذا بيكون اوفر اكتيفيتد، وايضا السيمباثيتك سيستم، ايضا بيكون اوفر اكتيفيتد. هلا وين المشكله؟ انه لما بيكون السيمباثيتك سيستم والرينين انجيوتنس الالدوستيرون سيستم بيكون اوفر اكتيف. هلا كلا التو سيستم سواء السيمباثيتك او الرينين انجيوتنس الالدوستيرون سيستم راح يزودوا شيء اسمه بريلود، وإيش اسمه أفترلود، بريلود وأفترلود. الأفترلود مثلاً إيش هو الأفترلود؟ الأفترلود هو الضغط أو الجهد الذي تبذله على العضلة القلبية علشان تطلع الدم من عضلة القلب للأوعية الدموية. هنحكيها في عندي أفترلود. وشو الأفترلود؟ أوكي، هذا الأفترلود. Afterload توقع أخذتوها بالفيسيولوجي. Afterload هو الجهد الذي تبذله عضلة القلب علشان تطلع الدم برا عضلة القلب، هذا هو الأفترلود. هلا أنا بشبهها بالبالونة الأفترلود، أوكي، بشبهها أنا بالبالونة Afterload. هاي عندي بالونة، لما أنا بيكون عندي بالونة فيها هواء، وبدي أطلع الهواء برا البالونة، لما بيكون راس البالونة ضيق، معناته أنا بدي ضغط أكتر، من عضلة من البالونة، من خلال إني أضغط البالون أكتر عشان أطلع الهواء. بينما لما بيكون راس البالون مفتوح واسع بيكون أنا بحاجة لضغط أقل حتى إني أطلع الهواء برا عضلة القلب. نفس الإشي هلأ في بعضلة القلب، لما بيكون الارتريز، مين هم الارتريز؟ هم الأوعية الدموية يلي بيطلعوا من القلب، يلي بيكونوا محملين بالدم اللي المركز فيه، أو بيكون بيحتوي على كمية عالية من الأكسجين. فلما بيكون الارتريز ار كونستريكتد، فازو كونستريكتد، ومين خلاهم فازو كونستريكتد؟ هم الاكتيفيشن اوف ذا سيمباثيتك سيستم. فصار في عندي اكتيفيشن اوف الفا 1 ريسبتور، فصار في عندي فازو كونستريكشن. ايضا الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم بيزود من تصنيع ماده الانجيوتنسين 2، هاي الانجيوتنسين 2 تؤدي الى الفازو كونستريكشن للارتريز ولا الفينز. الفازو كونستريكشن للارتري معناته راح عضلة القلب بتحتاج لجهد أكثر حتى تطلع الدم منها. فهذا معناته راح يزيد الأفترلود، راح يزيد الجهد على عضلة القلب.
طب عضلة القلب نفسها هي ضعيفة، عضلة القلب ضعيفة، فأنت لما بتزود الجهد عليها، لما الجسم تبعنا بيزود الجهد على عضلة القلب، هذا يؤدي إلى تسريع موت عضلة القلب. وحتى نفس الشيء البريلود، البريلود هو عبارة عن vasoconstriction of the veins. مين اللي بيؤدي إلى زيادة البريلود وزيادة الأفترلود؟ هم vasoconstriction through overactivation of the sympathetic and renin-angiotensin aldosterone system. زيادة البريلود والأفترلود تؤدي إلى زيادة الجهد على عضلة القلب، فبالتالي تؤدي إلى تسريع موت عضلة القلب. كيف طب ليش بيؤدي إلى تسريع موت عضلة القلب؟ تخيل واحد تعبان عضلة القلب عندي تعبانة، وبتروح بتخليه يحمل ثلاجة. طب هو تعبان، انت بتخليه يروح يحمل ثلاجة، فلما بتخليه يحمل ثلاجة بروح بيموت بشكل أسرع. نفس الشيء عضلة القلب، لأن هي تعبانة، لأنه فيها ضعف، فالجسم تبعنا لما بزود البريلود وبزود الأفترلود هذا يؤدي كالتالي، هذا يؤدي لتسريع موت عضلة القلب. معناته إحنا لما بدنا نعالج المريض اللي عنده هارت فيلر، من ضمن الاستراتيجيات في علاج الهارت فيلر إن نقلل البريلود ونقلل الأفترلود. أيضا مين اللي زود الأفترلود ومين زود البريلود؟ هم activation of the sympathetic system والactivation of renin-angiotensin aldosterone system. يعني لو إحنا قللنا من الـ overactivation of the sympathetic system وقللنا كمان من الـ overactivation of renin-angiotensin aldosterone system، بهاي الحالة إحنا راح نقلل البريلود والأفترلود، فبالتالي راح نقلل أو راح نبطئ من موت عضلة القلب. عشان هيك ما تستغربوا إنه من ضمن الأولويات في علاج الهارت فيلر إن نمنع الـ overactivation of renin-angiotensin aldosterone system، وأيضا نمنع أو نقلل الـ overactivation of the sympathetic system. هذا السبب إحنا بنعطي للمريض sympatholytic drugs، وبنعطي للمريض الأدوية يلي بتسوي inhibition للرينين-angiotensin aldosterone system، زي أدوية الـ AC inhibitors أو الأدوية اللي هي angiotensin receptor blockers. طب مريض الهارت فيلر بيشتكي من تجمع السوائل داخل جسمه، هاي شغلة معروفة بالهارت فيلر، وبيشتكي من ديسبنيا. شو معنى ديسبنيا؟ صعوبة في التنفس. ليش؟ بسبب تجمع السوائل داخل جسمه، بالذات على منطقة الرئة. مين اللي أدى لتجمع السوائل داخل الرئة أو داخل جسمه بشكل عام؟ Activation of renin-angiotensin aldosterone system. Aldosterone system. هلأ الالدوستيرون سيستم لما هرمون الالدوستيرون لما بيزيد إفرازه من الأدرينال جلاند بشكل كبير، الالدوستيرون رح يروح على الكلى، وهناك رح يزود من الريابسوربشن أوف ووتر. معناته الوات المي رح ترجع مرة تانية للدم. بما أنه الالدوستيرون كميته كتير بتكون عالية بالمريض اللي عنده هارت فيلر، معناته المريض عنده هارت فيلر بيكون كمية الماء اللي تجمعت في جسمه بتكون كتير عالية. فهذا السبب مريض الهارت فيلر بيكون عنده تجمع في السوائل، ولهذا السبب احنا بنعطي لمريض الهارت فيلر بنعطيه مدرات للبول، ان المدرات للبول بتقلل من تجمع السوائل داخل الجسم. المدرات للبول الثيازايد ممكن نعطيه، ممكن نعطيه السبيرونولاكتون. منهم السبيرونولاكتون اللي بيشتغل ضد الالدوستيرون، وايضا زي ما حكينا في احد المحاضرات حكينا انه ما بيشيل المي على الرئه الا الهاي افكتيف ديوريتيك هو الفيوريسامايد. فبالتالي ما تستغربوا انه مريض الهارت فيلر ايضا بنعطيه مدرات للبول. في شغله احنا مكتوبه في الكتاب او في السلايدز اسمها كارديك ريموديلينج. شو معنى كارديك ريموديلينج؟ المريض اللي في عنده هارت فيلر بعد فتره عضله القلب تاعته بتكبر، بصير هايبرتروفي، تكبر عضله القلب تبعته. ليش؟ لانه عضله القلب زيها زي اي عضله موجوده بجسمنا، لما بيزداد الجهد عليها بسبب زياده البريلود وزياده الافترلود
زي اي عضله. الواحد لما بروح بيلعب حديد بيشيل اثقال، هو شو بيسوي؟ عم بيزيد الجهد على العضله، على السكيليتال ماسل، فبالتالي بعد فتره هاي السكيليتال ماسل بتكبر. نفس الشيء عضله القلب لما بنزود الجهد عليها بصير هايبرتروفي. هلا عضله القلب مو زي السكيليتال ماسل، عضله القلب لما بتكبر صحيح ان الكونتراكتيليتي للقلب في البدايه بتزيد، لكن بعد فتره بالعكس بتصير عضله القلب مع انها حجمها اكبر لكن بتصير وضعها اسوأ، وضعها اسوأ، وممكن نوصل لمرحله irreversible بحيث ان ما بنقدر نصلح وما بنقدر نعالج الكارديك ريموديلينج اللي صار عند المريض. انا بهمني اني امنع الكارديك ريموديلينج، لان اذا وصلت لحاله الكارديك ريموديلينج هاي بتكون بالحالات الاخيره من الهارت فيلر. انا ما بدي اوصلها للكارديك ريموديلينج. طيب مين اللي بيوصل المريض لحاله الكارديك ريموديلينج؟ هو زياده الاكتيفيشن او الاوفر اكتيفيشن اوف رينين انجيوتينسين الدوستيرون سيستم والسيمباثيتك سيستم. عشان هيك انا من اولويات الادويه، الان صار عندي فكره، من اولويات الادويه اللي بستخدمها في علاج الهارت فيلر او ان ذا مانجمنت اوف هارت فيلر هم الادويه اللي بتضبط الرينين انجيوتينسين الدوستيرون سيستم والسيمباثوليتيك دراجز. ليش؟ هدول الادويه بيقللوا لي من البريلود والافترلود من خلال انهم بيحفزوا من الفازودايليشن اوف ذا ارتريز اند ذا فينز، فبالتالي بقللوا لي من البريلود، بقللوا لي من الافترلود، وايضا بقللوا لي من الريموديلينج، بقللوا من حدوث الريموديلينج او ببطئوا من حدوث الريموديلينج، وانا هذا ما بدي اياه. الكارديك ريموديلينج انا ما بدي اياه. طيب على السريع، ايش هم الادويه التي تستخدم في تثبيط الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم؟ اول مجموعه هم الاي سي انهبيتورز، انجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتورز، اللي هم الادويه اللي بينتهوا ببريل، ليزينوبريل، كابتوبريل. هاي الادويه هي الفيست تشويز، لكن بدنا ندير بالنا اذا المريض اشتكى، لان هاي الادويه من مضاعفاتها الكحه، بيسوي كحه وبيزودوا من الدم، تجمع السوائل في الوجه، الانجيوديما، لانه هاي الادويه مره ثانيه اللي بتنتهي ببريل الايس انهبيتورز بتزودوا من ماده اسمها برادكينين. هاي الماده البرادكينين هي المسؤوله عن الكحه، هي مسؤوله عن تجمع السوائل في الوجه. فاذا المريض اشتكى من الكحه ومن الانجيوديما، ساعتها بحول للمجموعه الثانيه اللي هي انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. انجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكرز هم هدول الادويه يلي بنتهوا بسارتان، كاندي سارتان، تلمي سارتان. فهدول الادويه اقل حدوث، يعني ما بتسبب الكحه والانجيوديما. لكن مره اخرى في اسئله عليهم كويستشن مارك، عليهم انهم ممكن يسببوا السرطان، لهذا السبب احنا ما بنستخدمهم از فيرست تشويس. بالاضافه انه هاي الادويه اغلى، احنا عاده بنراعي الماديات تبعت المريض. معظم المرضى اللي بيجونا ما بيكون عندهم القدرة انهم يدفعوا حق الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز، لكن الاي سي انهبيتورز، الانجيوتنسين كونفرتينج انزيمز انهبيتورز، بيكون سعرهم ارخص. فعشان هيك احنا بنفضل نعطيهم بالبداية الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتورز، لكن اذا صار يشتكي من الكحة او من الانجيوديما ساعتها بحول للانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. وايضا من الأدوية اللي بتثبط الرينين أنجيوتنسين الدوستيرون سيستم هم الألدوستيرون أنتاغونيست، اللي هم السبيرونولاكتون. لأنه المريض مرة أخرى المريض بيكون عنده زيادة في الألدوستيرون، فبالتالي لما بعطيه السبيرونولاكتون بخفف من مفعول الألدوستيرون اللي هو زيادة reabsorption of water، زيادة من تجمع الماء في الدم. البيتا بلاكرز، البيتا بلاكرز هم السيمباثوليتيك دراجز. بصراحة أنا مش بس بعطيه بيتا بلاكرز، بعطيه ألفا أند بيتا بلاكرز، اللي هو الكارفيدولول. الكارفيدولول حق إحنا مر معنا الكارفيدولول اللي هو ألفا أند بيتا بلاكرز. طبعا الكارفيدولول هو نون سيلكتيف ألفا أند بيتا بلاكرز، بيسوي بلوكينج للبيتا 1 ريسبتور يلي موجودة في عضلة القلب، بيسوي بلوكينج للبيتا 1 ريسبتور يلي موجودة بالكلى، بيسوي بلوكينج
الكاردولول لا الالفا 1 ريسبتور اللي موجوده على البلاد فيزلز، فبالتالي راح يمنع او راح يقلل من البازو كونستريكشن، فراح يؤدي الى البازو دايليشن، فبالتالي راح يقلل من البريلود، راح يقلل من الافتر لود. الديورتكس زي ما حكينا المدرات للبول، المدرات للبول بنستخدمهم عشان يقللوا من تجمع السوائل داخل الجسم، لكن البولموناري كونجيشن، البولموناري كونجيشن هذا احسن واحد من المدرات اللي بيشيل تجمع السوائل في الرئه هو الفيوريسامايد اللوب ديوريتكس اللي هو الفيوريسامايد. فهذا احنا بنعطي للمريض اللي عنده هارت فيلر. طبعا المريض لما بيكون بتجمع السوائل عنده في الرئه بيكون بيشتكي من صعوبه في التنفس، عشان هيك احنا على طول بيجينا على الطوارئ بنعطيه ابره اللازكس او الفيوريسامايد. هاي الابره بتشيل المي اللي موجوده في الرئه لانها فيري افكتيف، فبالتالي بنخفف عن المريض اعراض الديسبنيا. هلا في مجموعه جديده بنعطيها للمرضى اللي في عندهم هارت فيلر، هي اول مره بتمر معنا. يعني الادويه اللي حكيت عنهم الديوريتكس، البيتا بلاكرز، الادويه اللي بتثبط الرينين انجيوتنسين الاندوستيرون سيستم، هذول الادويه كلياتهم مر معنا. اما في مجموعه من الادويه اللي اسمهم ايونوتروبيك دراجز، هي مجموعه جديده ايونوتروبيك دراجز. شو معنى ايونوتروبيك دراجز؟ هي الادويه التي تحفز من الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت. هاي الادويه بتحفز من الكارديو كونتراكتيليتي. طيب شو فكره هاي الادويه؟ فكره هاي الادويه نحن راح نركز على دواء واحد. صح احنا حكينا انه بالباثوفيسيولوجي تبعت الهارت فيلر انه كل المشكله صارت بسبب انه الكارديك اوتبوت قلت هاي الهارت. فبحكي لك لما بقل الكارديك اوتبوت اوكي راح يقل، راح يؤدي الى قله في البلاد بريشر، بلاد بريشر، وقله البلاد بريشر هي التي سوف تؤدي الى تحفيز الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، وتؤدي ايضا الى تحفيز السمباثيتك سيستم، فبالتالي راح يرتفع عند البريلود والافترلود، وراح يؤدي الى الريموديلنج، راح يؤدي الى تجمع السوائل. فطلعت فكره الادويه هاي، لو نعطي للمريض دواء بحفز الكونتراكتيليتي، بحفز من او بزود من الكارديك اوتبوت، معناته الضغط ما راح يقل، الضغط ما راح يقل، معناته ما راح يتحفز عند المريض السمباثيتك سيستم، ما راح يتحفز عند المريض الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. فهدول الادويه اللي هم ايونوتروبيك اف دراجز هم الادويه التي لهم صراحه يعني في كلمه لازم تنزاد عشان نفهمهم، بوزيتيف ايونوتروبيك دراجز. بوزيتيف يعني شيء بزود، هم الادويه اللي بزودوا الكونتراكتيليتي لعضله القلب. اهم مثال عليهم هو الديجوكسين، الديجوكسين هذا الدواء راح يمر معاكم كثير، والديجوكسين من الادويه اللي له نارو ثيرابيوتيك اندكس، له ايش؟ نارو ثيرابيوتيك اندكس، مرت معاكم يعني هذا الدواء الديجوكسين بحكي لكم انه الثيرابيوتيك اندكس تبعته 2، يعني لو المريض ضاعف الجرعه تبعت الديجوكسين بالغلط، ضاعفها، اخذ ضعف الجرعه اللي احنا وصفناها للمريض، ممكن تظهر عند المريض السميه تبعت الديجوكسين اللي هي عباره عن تاكي اريثميا. تاكي اريثميا يعني بصير في عنده طبعا تاكي اريثميا، طبعا شيء طبيعي. الدواء اللي بيحفز الكونتراكتيليتي لعضله القلب لما تزداد جرعته زياده عن الزياده، السايد افكتس تبعته هي التاكي اريثميا، بصير عنده اريثميا لكن سريعه. فاحنا راح نركز بمحاضرتنا اليوم عن الديجوكسين. هل في ادويه ثانيه؟ لكن انا ما راح اركز عليها لانها اقل استخداما، فراح نركز ان شاء الله على الديجوكسين. هلا الديجوكسين تم اكتشافه سابقا من نبات، من نبته اسمها كف الذئب، كف الذئب اللي هو فوكس جلوف، فوكس جلوف كف الذئب. اوكي هاي اكتشفوها زمان في بريطانيا، انه كانوا المرضى عم بيعالجوا طفل كان عنده هارت فيلر،
فعم بحاول يعالجوا فيه، مش عارفين يعالجوا فيه. بعدين اكتشفوا الأطباء إن بهذاك الوقت إنه هذا الطفل عم بتعالج، عم بتعالج هذا الطفل، إنه أموره عم تتحسن. فسألوا شو مالك، شو اللي صار فيك؟ فحكى لهم إنه في امرأة كبيرة في العمر، عجوز، بتعطيه ورق نبتة. فراحوا عند هاي الامرأة فسألوها عن شو النبتة اللي بتعطيها للطفل اللي أدت إلى تحسن، اللي أدت إلى تحسن أعراض الهارت فيلر. فحكيت لهم هاي الورقة من نبات اسمه الفوكس جلوف. فهم أخذوها فعلا، جربوها فعلا، عم بتحسن عليها المريض. كيف هذا الفوكس جلوف؟ بعدين راحوا فحصوها وحللوها كيميائيا، وبوجد انها بتحتوي على الديجيتاليس، او الديجيتاليس هذا يعني الاسم مركبات الموجوده في النباتات، لكن احنا في المستشفى بنحكي عنه الديجوكسين. ديجوكسين، فوجدوا فيها الديجوكسين. فالديجوكسين هي ماده مستخرجه من النبات اللي هو فوكس جلوف، وما زالت الى الان تستخدم كثير. راح تشوفوا مرضى عندهم هارت فيلر بياخذوا الديجوكسين. هلا الديجوكسين كالتالي، الديجوكسين ديروا بالكم، الديجوكسين ات لو دوز، وهي معلومه انه مهمه بالديجوكسين، الديجوكسين ات لو دوز، لو دوز يعني بالجرعات القليله، بيكون فازو دايليتر، فازو دايليتر، فازو دايليتر. لما بنعلي من جرعه الديجوكسين اكثر، هاي دوز، هاي دوز، لما بنعلي من جرعه الديجوكسين اكثر بصير له بوزيتيف ايونوتروبيك افكت. تمام، معناته كالتالي هذا الكلام انه الديجوكسين ات لو دوز كيف بتصرف؟ بتصرف از فازو دايليتر. لما نسمع انه الدواء فازو دايليتر معناته انه الدواء بيقلل من البريلود والافتر لود. فلو انا لما بعطي للمريض الديجوكسين ات لو دوز معناته انا عم بقلل البريلود والافتر لود، لانه الديجوكسين ات لو دوز هو عباره عن فازو دايليتر. بينما الديجوكسين ات هاي دوز، لما كثرت الجرعه اكثر ات هاي دوز، الديجوكسين بهالحاله راح يتصرف از بوزيتيف ايونوتروبيك، راح يزود من الكارديك كونتراكتيليتي. حلو، so what؟ في معلومة بالكتاب بدنا نفسرها، بحكي لكم الديجوكسين at low dose ممكن نستخدمه لفترات طويلة، فترات طويلة من الزمن، سنوات، سنوات ممكن نستخدمه، فترات طويلة، نحكي فترات طويلة، فترات طويلة، فترات طويلة، طويلة. الديجوكسين at high dose، هاي دوز لا يمكن استخدامها لفترة طويلة، لا يمكن استخدامها لفترة طويلة. وخذوها قاعدة، والكتاب حكي عنها ومشدد عليها، انه البوزيتيف ايونوتروبيك دراجز، البوزيتيف ايونوتروبيك دراجز اللي هم الديجوكسين، وايضا في أدوية ثانية لكن ما راح احكي عنهم، احكي بس عن الديجوكسين. الديجوكسين ات هاي دوز لا يستخدم لفترات طويلة، لانه at high dose بيكون positive ionotropic. وفي قاعدة مهمة بدنا نطلع من المحاضرة عارفينها، إنه positive ionotropic drugs لا يستخدموا لفترات طويلة، لأنه استخدامهم لفترات طويلة يؤدي إلى تسريع موت عضلة القلب. مرة أخرى، positive ionotropic drugs استخدامهم لفترات طويلة يعجل من موت عضلة القلب. ليش؟ لأنه عضلة القلب كالتالي أصلاً ضعيفة، لأن الهارت فيلر في عنده موت جزئي بعضلة القلب، فعضلة القلب ضعيفة. أنت لما بتعطيه الديجوكسين معناته أنت عم بتزود الجهد على عضلة القلب الضعيفة، أصلاً عضلة القلب ضعيفة بالأصل. فأنت لما بتعطيه الديجوكسين أنت عم بتزود الجهد على عضلة القلب، فإذا أعطيته لفترات طويلة هذا يؤدي إلى موت عضلة القلب، لأن عضلة القلب هي بالأصل ضعيفة. طب ليش نعطيها فقط لفترات قصيرة؟ أول ما نعطي الديجوكسين at high dose نعطيها فقط for short duration، for short duration نعطيها لأشهر ممكن. لما نعطيها for short duration أعراض الهارت فيلر راح تقل عند المريض،
كيف راح تقل عند المريض؟ من خلال انه الديجوكسين ات هاي دوز راح يتصرف از بوزيتيف ايونوتروبيك، يكون له بوزيتيف ايونوتروبيك افكت، فبالتالي راح يزود من الكونتراكتيليتي، فراح يزيد عندي الكارديك اوتبوت، فزياده الكارديك اوتبوت راح تمنع تقليل البلد بريشر، فراح تمنع من الاكتيفيشن اوف رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، راح تمنع من الاكتيفيشن اوف ذا سمباثيتك سيستم. فهي القاعده ان الديجوكسين، اذا شفتوا واحد مريض بياخذ ديجوكسين لفترات طويله سنوات، بدنا نستنتج انه المريض بياخذه ات لو دوز، واللو دوز معناته فازو دايليتر، والفازو دايليترز كيف نستخدمهم في علاج الهارت فيلر؟ الفازو دايليترز في علاج الهارت فيلر بيسووا فازو دايليشن اوف ذا فينز والارتريز، فبالتالي راح يقللوا من البريلود والافتر لود، وهذا احد الاستراتيجيات اللي انا بدي اياها في علاج الهارت فيلر، اني اقلل البريلود واقلل الافتر لود. اذا المريض تشخص هلا هارت فيلر وشفت الجرعه شوي عاليه، فحطوا في بالكم ان الجرعه العاليه لازم ما استخدمها لفترات طويله، لان الجرعه العاليه لفترات طويله معناته ان الدواء له بوزيتيف ايونوتروبيك افكت، واي دواء بيزود من الجهد على عضله القلب لفترات طويله، بالذات لعضله القلب التعبانه اللي هي الهارت فيلر، فبالتالي راح يزود هذا الدواء الديجوكسين راح يزود او راح يسرع من موت عضله القلب. فهي المعلومة مجدد مشدد عليها الكتاب، فإحنا بدنا عشان هيك يعني أنا شددت عليها. الآن باختصار، إيش هو الميكانيزم of action of the الديجوكسين؟ هلا الديجوكسين بيمنع، أوكي، بيمنع exchanger. هذا الاكستشينجر هو ترانسبورتر اكستشينجر. شو معنى اكستشينجر؟ اكستشينجر يعني بيدخل اشي وبيطلع اشي بنفس الوقت، هذا معناته اكستشينجر. هذا اللي هون، هذا الاكستشينجر اللي موجود على عضلة القلب اسمه بوتاسيوم صوديوم اكستشينجر. باختصار انا ما بدي ادخل في الديتيلز كثيرة، لما الديجوكسين بيمنع هذا الاكستشينجر بيمنعه، هذا يؤدي انه كالتالي، بيؤدي انه الكالسيوم اللي جوات عضلة القلب ما عم بيطلع من عضلة القلب. يعني شوفوا، يعني شوفوا بالنهاية انا بدي اعرف انه المريض اللي اعطيته انا ديجوكسين، هذا المريض شو صار عنده؟ صار عنده زيادة في الكالسيوم اللي موجودة داخل عضلة القلب. فالديجوكسين لما انا بعطيها للمريض، الديجوكسين بيروح بيزود من الانترا سيلولر او السيتوسوليك، سيتوسوليك يعني يعني كميه الكالسيوم الموجود بالسيتوسول، هو السائل داخل الخليه، او بيزود من كميه الكالسيوم داخل الخليه. ومن خلال معلوماتنا بالفيسيولوجي، زياده الكالسيوم داخل العضله يؤدي الى زياده الكونتراكتيليتي. فالديجوكسين يؤدي إلى زيادة الكالسيوم داخل عضلة القلب، فبالتالي يؤدي إلى زيادة الكونتراكتيليتي، عشان هيك هو له بوزيتيف ايونوتروبيك افكت. كيف بيسويها؟ من خلال إنه بيمنع هذا الاكستشينجر اللي هو صوديوم بوتاسيوم اكستشينجر. طيب ليش أنا بحكي لكم هذا الاكستشينجر؟ يعني شوف، بما إنه بيمنع هذا الاكستشينجر، هذا الاكستشينجر راح يأثر على عمل أو راح يأثر أو راح يقلل من خروج الكالسيوم خارج عضلة القلب، فبالتالي راح يزيد عندي تركيز الكالسيوم داخل عضلة القلب. طب أنا ليش يعني شوي عم بحاول أحكي لكم هذا الإكستشينجر اللي هو بوتاسيوم صوديوم إكستشينجر؟ الديجوكسين بتنافس مع البوتاسيوم على هذا الإكستشينجر، بتنافس معه، بتنافس، بصير في كومبيتيشن بين الديجوكسين وبين البوتاسيوم. حلوة هالمعلومة، في عندي تنافس بين البوتاسيوم وبين الديجوكسين، انهم يتنافسوا على هذا الترانسبورتر او هذا الاكستشينجر. حلوه حلوه حلوه، معناته كالتالي البوتاسيوم بيلعب دور انه يسوي انتاغونيزم لمين؟ للديجوكسين. حلوه هاي، اذا بدنا نفهمها مره ثانيه احكيها، هذا هو الاكستشينجر، بيجي الديجوكسين بتنافس، بيزاحم البوتاسيوم. لما بتزاحم مع البوتاسيوم،
الديجوكسين بالجرعات العالية هو اللي بينتصر على البوتاسيوم، فبالتالي يؤدي إلى أنه هذا الإكسشينجر ما راح يشتغل، فبالتالي الكالسيوم ما راح يطلع برا عضلة القلب، الكالسيوم راح يضل جوات عضلة القلب، فراح يؤدي إلى زيادة الكونتراكتيليتي. طبعا أنا بدي أشدد وأركز على البوتاسيوم. البوتاسيوم شو معنى البوتاسيوم؟ ما تستغرب في معلومتين ما تستغربوها في المستشفيات لما تشوفوها على المريض. What is the antidote of digoxin overdose؟ واحد جانا على المستشفى ماخذ جرعات عالية من الديجوكسين، شو بنعطيه في المستشفى؟ بنعطيه بوتاسيوم. ها، فهي أول معلومة بدنا نستنتجها من هاي الرسمة، إن لما بيجينا المريض جاي على الطوارئ شو ماله؟ عنده تكي أرثمية. طبعا المريض اللي بياخذ جرعات عالية من الديجوكسين راح نلاحظ في عنده فوميتينج، بصير يراجع كثير، وبيكون في عنده تكي أرثمية، بيكون في عنده صداع في الراس، هاي كلها علامات التسمم وماخذ جرعات عالية من الديجوكسين. أول ما بيجينا على الطوارئ نعطيه بوتاسيوم. ليش؟ لأنه البوتاسيوم بهالحالة البوتاسيوم راح تنافس، انا عم بزود كميه البوتاسيوم، فالبوتاسيوم راح تتنافس مع مين؟ مع الديجوكسين، فبالتالي البوتاسيوم راح تمنع او راح تقلل من عمل الديجوكسين. حلو، عشان هيك انا بعطي للمريض في المستشفى البوتاسيوم as antidote of digoxin overdose. في معلومه ثانيه بحكي لكم، ديروا بالكم من الادويه اللي بتسوي هايبركاليميا، اني اعطيها لازم اعطيها بحذر مع المريض اللي بياخد ديجوكسين. مين هي الأدوية بتسوي هايبركاليميا؟ الأدوية اللي بتثبط الرينين أنجوتينسين ألدوستيرون سيستم، الأنجوتينسين كونفيرتينج إنزيمز إنهيبيتورز، ليزينوبريل، كابتوبريل، هالأدوية بتسوي هايبركاليميا. الأدوية يلي بتمنع بتسوي بلوكينج للأنجوتينسين 2 ريسبتور زي كانديسارتان، تلميسارتان، هالأدوية أيضا بتسوي هايبركاليميا. حلو، طب كيف هالأدوية بتأثر على الديجوكسين؟ هالأدوية لما بتسوي هايبركاليميا معناته هاي الأدوية راح ترفع البوتاسيوم، لما بترفع البوتاسيوم البوتاسيوم راح يقلل من مفعول الديجوكسين. فهدول الأدوية في تداخل دوائي، في عندي دراج انتراكشن، إنه الأدوية اللي بتسوي هايبركاليميا اللي هي الأدوية اللي بتأثر على الرينين أنجوتينسين الألدوستيرون سيستم، حتى كمان السبيرونولاكتون هو عبارة عن بوتاسيوم سبيرينج ديوريتيك، فبرفع البوتاسيوم عند المريض. سبيرونولاكتون والاي سي انهيبيتورز والانجوتينسين ريسبتور بلوكرز، كل هدول الأدوية بيسووا هايبركاليميا، فبيسووا هايبركاليميا رح يرفعوا من تركيز البوتاسيوم، فبالتالي رح يقللوا من مفعول الديجوكسين. عشان هيك لازم يكون الحذر ثم الحذر بإعطاء هذيك الأدوية اللي بتأدي للهايبركاليميا مع الديجوكسين. هي شغلة. في شغلة تانية بحكي لكم، ديروا بالكم، بدنا ندير بالنا نعطي لمريض في عنده كيدني ديسفانكشن، مريض عنده كيدني ديسفانكشن نعطيه مع مين؟ مريض عنده كيدني ديسفانكشن نعطيه ديجوكسين. ليش؟ لأنه المريض اللي في عنده كيدني ديسفانكشن من شو بيشتكي؟ بيشتكي من هايبر كاليميا. فالمريض اللي في عنده كيدني ديسفانكشن، عنده خلل في الكلى، هذا المريض بيكون في عنده هايبر كاليميا. هايبركاليميا يعني ارتفاع البوتاسيوم، وارتفاع البوتاسيوم هي عبارة عن انتاغونيزم، ارتفاع البوتاسيوم بيسوي انتاغونيزم افكت على الديجوكسين. فهي المعلومات اللي استنتجناها من هاي الرسمة، هاي المعلومات اللي راح تمر علينا في المستشفى، اهم المعلومات. انا بعرف كثير من زملائي كثير يحكوا بالموضوع. اوكي، هذا السلايد مش مهم خلاص، عشان يعني بالنسبة لكم خلاص ما في داعي. الادفيرس افكتس حكينا عنها، يس مهم جدا نعرفها. الانتيدوت احنا بنعطيهم بوتاسيوم بشكل اساسي، يعني البوتاسيوم هذا هو البوتاسيوم، هذا اهم شيء في المستشفيات. غير ان احنا بنقيس البوتاسيوم سيرم، نعطيه بوتاسيوم. احكي هذا كيف، هاو تو مانج ذا ديجوكسين توكسيسيتي، ديسكونتينيوينج ديجوكسين شيء طبيعي، determining serum potassium level. هو اصلا بصراحه احنا اول ما بنعرف انه الواحد بياخذ
ديجوكسين وجانا في عنده تاكي أرثمية، على طول نعطي البوتاسيوم أز أنتيدوت. خلاص أنا هيك خلصت المحاضرة تبعت اليوم، أعرف إني خلصت بسرعة، لأنه زي ما حكيت لكم أنا اللي يعني هلأ الأمر لما نصير نحكي عن الأمراض بتصير شغلة سهلة، يعني نحكي المرض، نحكي الباثوفيسيولوجي، ونحكي كيف الأدوية الموست كومن دراجز كيف إنها بتعالج المرض. ففي أي سؤال؟ في أي سؤال عن المحاضرة؟ يا دكتور هو طب الحمد لله. دكتور بدي أسألك سؤال. تفضل. في دواء الكلونيدين اللي بيشتغل على ألفا 2 انت خلاص كيف مش داخل بس في مجال تشرح لنا اياه على السريع؟ طيب تمام. هذا الكلونيدين بيشبه الميثل دوبا. كيف يشبه الميثل دوبا؟ انه الكلونيدين بيشتغل على ريسبتور اسمه الفا 2 ريسبتور. حلو. شو هذا الالفا 2 ريسبتور؟ هذا الالفا 2 ريسبتور لما الكلونيدين او الميثل دوبا لما بيرتبطوا على الالفا 2 ريسبتور، ارتباطهم على الالفا 2 ريسبتور راح يؤدي الى انهيبيشن، منع، يؤدي الى منع الريليز اوف ذا نور ابينفرين من الادرينرجيك نيرف. طب شوي خليني اشرحها. السلايد واضح قدامنا؟ السلايد في قدام السلايد واضح؟ طيب طيب واضح. شوف هاي هي الادرينرجيك نيرف، هاي ادرينرجيك نيرف بينفرز عندي النور ابينفرين بالسينابتيك كليفت، بينفرز عندي النور ابينفرين، بينفرز من عندي النور ابينفرين، بكون في عندي هاي المخزون النور ابينفرين، فبينفرز عندي النور ابينفرين فبرتبط بالالفا 1 ريسبتور، بعدين بصير في عندي فازو كونستريكشن. في عندي ريسبتور تاني موجود في البري سينابتيك كليف، بري يعني قبل، اسمه ألفا 2 ريسبتور. الكلونيدين وحتى الميثل دوبا، ميثل دوبا هذا حكينا عنه الذي يستخدم في الحوامل. الكلونيدين هذا وحتى الميثل دوبا نفس الشيء بيرتبطوا على الفا 2، ارتباطهم بالفا 2 يؤدي انه يمنع الريليز اوف النور ابينفرين. بالتالي بما انه انا ما في عندي ريليز للنور ابينفرين معناته ما في شيء عم برتبط بالفا 1 ريسبتور اللي موجودين على البلاد فيزلز، فبالتالي راح امنع البازو كونستريكشن، فراح يصير عندي المريض فازو دايليتيشن. فهذا هو مبدأ عمل الكلونيدين زيه زي مثل دوبا. تمام دكتور، بس ايش الفرق يعني بينه وبين مثل دوبا؟ الفرق بينه وبين هو من حيث السيفتي، المثل دوبا أأمن للحوامل مثل دوبا. مثل دوبا بيشتغل بطريقة يعني انه صحيح انه بيشتغل على الفا 2، اوكي بدي اشرحها اكثر. هلا الكلونيدين انا بدي احكي انت غير مطالب فيه بالامتحان. هلا الكلونيدين انا الدواء بروح برتبط بشكل مباشر على الالفا 2 ريسبتور، تمام. هلا الميثل دوبا بدخل داخل الادرينرجيك نيرف، وهناك بتحول لماده اسمها ميثل دوبا، بتحول من ميثل دوبا بتحول لماده اسمها مثل نور ابينفرين. هاي مثل نور ابينفرين لما بتطلع على السينابتيك كليفت مع عنده نور ابينفرين، هو مثل نور ابينفرين، هذا المثل نور ابينفرين ما بيرتبط على الفا 1، ما بيكون له سيلكتيفيتي على الفا 1، بيرتبط فقط على الفا 2. فالفرق بين المثل دوبا والكلونيدين ان الكلونيدين
كدواء لما انا بعطيه للمريض مباشره راح بيرتبط على الفا 2، المثل دوبا بصير يتحول لمثل نور ابنفرين بعدين بيرتبط على الفا 2، هيشغل شغله ثانيه مثل دوبا امن للحوامل. شو معنى كلمه امن؟ معناته اللي اعطيناه للامراه الحامل باي شهر سواء بالفيرست ترايمستر او بعدين ما راح يؤدي الى التشوهات الخلقيه اللي ممكن يؤديها الادويه الثانيه. يعني هذا هو جوابي على سؤالك، على الاقل اللي انا بعرفه. شو الفرق بين المثل دوبا وبين الكلينيدين؟ هم بيشبهوا بعض الى حد ما من حيث الميكانيزم اوف اكشن، كليهما بيرتبطوا على الفا 2 ريسبتور، لكن في اختلافات بسيطه من حيث الميكانيزم. الشيء الثاني انه المثل دوبا امن سيفتي تبعته، عشان هيك احنا بنركز على المثل دوبا في المستشفيات للامراه الحامل. تمام دكتور. طيب دكتور بدي اسالك هسه تفضل. بالدماغ بيكون في عندنا احنا بس نيكوتينيك ريسبتور ولا بيكون في عندنا كمان ماسكارونيك ريسبتور؟ بوث النيكوتينيك والمسكرونيك ريسبتور في الدماغ. خلاص تمام ان شاء الله، يعني مش عارف اذا كنا محظوظين واخذنا عن بعض الامراض اللي بالدماغ زي الـ الالزهايمر، ساعتها راح مثلا اشوف انه كيف انه بالالزهايمر المسكرونيك ريسبتورز في الدماغ بيلعبوا دور كبير في مرض الالزهايمر، وحتى كيف الادويه اللي بتحفز من المسكرونيك افكت بتعالج الالزهايمر. هذا انا ما اتوقع اني راح ناخذها لانه هو دكتور هو سؤالي، لانه لما نيجي نعطي انتيدوت للبيلوكاربين نعطيه احنا اتروبين، بس الاتروبين تمام. هو انتي مسكرونيك، صحيح هاي كمان فاذا ارتبط في النيكوتينك ايش راح نعمل؟ هذا كان لا قصدي. تمام. هو الاتروبين ما بيرتبط بالنيكوتين ريسبتور، بيرتبط فقط في المسكرانيك ريسبتور. الاتروبين سيلكتيف على المسكرانيك ريسبتور، وهيك انت كمان يعني جاوبت انه الدماغ تبعنا مليان مليء بالمسكرانيك ريسبتور. بس قصدي لو البيلو كاربن ارتبط على النيكوتينك ريسبتور. تمام. هلا البيلو كاربن ممكن يرتبط على النيكوتينك ريسبتورز، واضح انه كلينيكالي انه المضاعفات السيئه بسبب الاوفر دوز من البيلو كاربن جايه من المسكرانيك ريسبتور. هلا الان اذا ارتبط بالنيكوتينيك ريسبتور في الدماغ، ارتباطه بالنيكوتينيك ريسبتور احكي لك اياها يؤثر على بعض وظائف الدماغ. كيف يعني بعض وظائف الدماغ؟ زي مثلا ممكن يؤدي الى فقدان ذاكره مؤقت، يؤدي الى confusing، يؤدي الى drowsiness ممكن. لكن الهلوسه والإبيليبسي اللي بتصير في الدماغ بسبب انه اوفر دوز من البيلوكاربين بشكل اساسي سبب ارتباط البيلوكاربين بالمسكرانيك ريسبتور. فالاتروبين لانه بيسوي بلوك للمسكرانيك ريسبتور فبيقلل او بيمنع من المضاعفات السيئه اللي بنشوفها على المريض بسبب الاوفر دوز من البيلوكاربين. تمام دكتور، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. طيب تمام، إذا ما في أي سؤال يعطيكم العافية ونشوفكم بكرة الخميس، راح تكون المحاضرة مسجلة إن شاء الله. بكرة الخميس راح تكون المحاضرة مسجلة إن شاء الله. الأسبوع هذا معلش محاضرتين كم سنة، بس إن شاء الله بكرة راح تكون المحاضرة مسجلة بإذن الله إن شاء الله. يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكي. الله يعافيكي رنا. بس دكتور سؤال عن الديجوكسن. تفضلي. إنه الكالسيوم بيزيد من تركيزه بالخلية، والبوتاسيوم إيش أثره عليه، والصوديوم. تمام. هلا الصوديوم بنسي عشان يعني ما في داعي نلخبط حالنا كتير. شوفي هلا الله لما خلق عضلة القلب تبعنا، مصحنا عضلة القلب تبعنا بصير لها كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن. اوكي تمام. لما بصير عندك كونتراكشن بسبب انه الكالسيوم بيكون جوات عضله القلب، هذا بالفسيولوجي. بعد لما بنتهي الكونتراكشن، كيف بنتهي الكونتراكشن؟ في عندنا كاريرز نواقل بتنقل الكالسيوم من جوا عضله القلب لبرا عضله القلب. تمام. عشان هيك أنا قلبي وقلبك وقلب أي واحد فينا
لما بصير عنده contraction معناته بيكون الكالسيوم بيكون كميته داخل عضلة القلب بتكون عالية. لما بصير عندي relaxation لعضلة القلب معناته إنه الكالسيوم عم بطلع من عضلة القلب وبطلع لبرا. مين اللي بيطلع الكالسيوم من جوات عضلة القلب لبرا عضلة القلب؟ هم نواقل اللي حكينا عنهم كانوا موجودين في الصورة، هم هدول الكاريرز. طيب شو علاقة هدول بالبوتاسيوم؟ الآن في علاقة إنه كالتالي، إنه الإكستشينجر معناته خلينا أرجع للرسمة، الإكستشينجر اللي هو عبارة عن بوتاسيوم صوديوم إكستشينجر، هذا بيأثر على كمية الكالسيوم داخل عضلة القلب. معناته خليني شوي خليني أرجع. اوكي تمام. شوفي انا احكي لك اياها ان شاء الله تكون يعني سهله، يعني سهله يعني، بس ما تتوقع في الامتحان احكي لكم شو الميكانيزم كيف يشتغل. لا شيء شوفي هلا من حيث الفسيولوجي، هيك الله خلقنا، هيك الله خلق عضلات القلب تبعنا. كالتالي هذا الاكستشينجر بيشتغل، هذا الاكستشينجر بيدخل البوتاسيوم لجوه، اكستشينجر بدخل البوتاسيوم لجوه بطلع الصوديوم لبرا. اوكي لما الصوديوم تطلع برا عضله القلب معناته الاكسترا سيلولار صوديوم، تركيز الصوديوم خارج عضله القلب هاي تركيز بيزيد. زيادة تركيز الصوديوم خارج عضلة القلب راح تؤدي إلى تحفيز another exchanger. شو هو another exchanger؟ هذا الاكستشينجر اللي هو عبارة عن صوديوم كالسيوم اكستشينجر. إنه هذا كيف يشتغل؟ هذا بيشتغل بسبب إنه الصوديوم هون زاد. مين اللي زود الصوديوم هون؟ هذا الإكستشينجر الأولاني اللي بيشتغل على الديجوكسين، هو بوتاسيوم صوديوم إكستشينجر. لهذا لما البوتاسيوم لما بدخل لجوا الصوديوم بيطلع لبرا، فبيزيد من تركيز الصوديوم خارج عضلة القلب، فبالتالي زيادة تركيز الصوديوم خارج عضلة القلب بتحفز هذا الإكستشينجر إنه هو الصوديوم يدخل لجوه، في المقابل الكالسيوم بيطلع لبرا. فلما الكالسيوم بيطلع لبرا اوكي معناته تركيز الكالسيوم خارج عضلة القلب بتكون عالي، وتركيز الكالسيوم داخل عضلة القلب بيكون واطي. فبالتالي لما يكون تركيز الكالسيوم داخل عضلة القلب بيكون واطي، معناته مش راح يصير عندنا contraction، راح يصير عندنا relaxation. يعني دقات قلبك لما يصير relaxation بسبب خروج الكالسيوم، خلينا نحكي بسبب خروج الكالسيوم خارج عضلة القلب. حلو، شو بيسوي الديجوكسين؟ الديجوكسين بيخرب المعادلة هاي، بيخربها بيخلي انه هذا الاكستشينجر البوتاسيوم صوديوم ببطل يشتغل. بما انه ما اشتغل معناته ما راح يرتفع عندي تركيز او كميه الصوديوم برا الخليه. بما انه ما ارتفع عندي كميه الصوديوم برا عضله القلب معناته هذا الاكستشينجر ما راح يشتغل. بما انه الاكستشينجر هذا ما اشتغل معناته انه الكالسيوم ما عم بطلع من جوا لبرا. بما انه ما عم بطلع من جوا لبرا معناته انه الكالسيوم راح يضل جوا، وراح تزيد كميه الكالسيوم داخل عضله القلب. عشان هيك الديجوكسين بيحفز الكونتراكتيليتي، انه بيحفز من كميه بيزود من كميه الكالسيوم داخل عضله القلب. شو رايك رانا، وصلت لك المعلومه؟ وصلت المعلومه بس بوتاسيوم نو ما يمنع الريسبتور الاولاني، فبخلي البوتاسيوم داخل الخليه اعلى فبيعمل هايبركاليميا، عشان هيك ما بستخدمها بالكيدني ديسفانكشن. تمام. لا مش اللي بعمل، لما انا بعطي للمريض بوتاسيوم از انتيدوت،
ها بوتاسيوم، خليني أشيل الرسمات. هلا أنا بعطي للمريض بوتاسيوم صح؟ بوتاسيوم، البوتاسيوم راح يشتغل وراح يدخل لجوا، بوتاسيوم راح يحفز هذا، معطي أنا أنتيدوت. أوكي، هلا لما بيجينا أنا مريض ماخذ ديجوكسيم شو بيشتكي؟ بيشتكي من تكي أرثمي، إن الكونتراكتيليتي عالية، لأنه الكالسيوم اللي موجود جوات عضلة القلب لهذا المريض اللي ماخذ الديجوكسين عالي. طب أنا لما بعطيه بوتاسيوم، البوتاسيوم راح يصير يدخل جوات عضلة القلب، الصوديوم راح يصير يطلع خارج عضلة القلب، راح يزداد كمية الصوديوم خارج عضلة القلب، راح يؤدي هذا لدخول مرة ثانية الصوديوم داخل عضلة القلب، ويؤدي هذا بالتالي لخروج الكالسيوم خارج عضلة القلب. فلما أنا بعطي للمريض البوتاسيوم، البوتاسيوم راح يطلع لي مين؟ الكالسيوم برا عضلة القلب، عشان هيك بخف من عنده التكي أرثمية. ولما المريض يكون عنده هايبركاليميا، الهايبركاليميا معناته انه البوتاسيوم راح يشتغل ضد الديجوكسين، البوتاسيوم بيطلع الكالسيوم برا عضلة القلب، والديجوكسين بيحاول انه يمنع من خروج الكالسيوم خارج عضلة القلب، فهم الاثنين حصير يشتغل ضد بعض. عشان هيك بدي اكون داير بالي ان انا بعطي للمريض ديجوكسين والمريض في عنده هايبركاليميا، والانتيدوت للديجوكسين هو البوتاسيوم، لان البوتاسيوم بيطلع الكالسيوم برا عضله القلب. جاوبتك على سؤالك رنا؟ يعني البوتاسيوم والديجوكسين عكس بعض، وكل عكس واحد بلا عكس بعض. نعم عكس بعض، عكس بعض. البوتاسيوم بيطلع الكالسيوم خارج عضلة القلب، فبالتالي بيقلل الكونتراكتيليتي عضلة القلب، بينما الديجوكسين بيمنع من خروج الكالسيوم خارج عضلة القلب، فالديجوكسين بيزود الكونتراكتيليتي عضلة القلب. تمام دكتور، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك رنا. طب تمام، ما في أي أسئلة ثانية؟ إحنا قررنا الامتحان السبت هذا صح؟ ولا أنا غلطان؟ السبت هذا؟ عفوا؟ 16 الشهر 16 الشهر، ممتاز ممتاز، تمام. يلا على خير إن شاء الله، ادرسوا منيح، الامتحان إن شاء الله راح يكون سهل إن شاء الله. ما في فتح كاميرا ولا في؟ لا ما في فتح كاميرا. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك رنا، الله يعافيك. طيب تمام، إذا ما في أسئلة ثانية أنا مضطر إني 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 أغادر. يلا يعطيكم ألف عافية وشوفكم على خير إن شاء الله.